فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج لرعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في مواصلة لحديثنا مع ضيفنا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو عن قضية النسخ وما يتعلق بها من أحكام ومسائل. حياك الله شيخ محمد. أمس انتهينا إلى الحديث عن الأدلة التي تفضلتم بها والتي تثبت وجود النسخ في كتاب الله عز وجل، وأوردنا أيضا بعض الأدلة التي يعترض بها من لا يرى وجود النسخ بدءا من أبي مسلم ومن كان عالة عليه كما تفضلتم، وبقيت بعض التعليقات في كلام بعض من يرى أنه لا نسخ في قراء في كتاب الله عز وجل البتة، لا تلاوة ولا حكم ولا غير ذلك. مما يورد في هذا الباب من أدلة أنه لا يوجد في كلام الصحابة رضي الله عنهم ذكر للنسخ مطلقا بمعناه الاصطلاح الذي قررناه، وبالتالي هم يرون أن ما ورد في كتاب الله متأول كما ناقشناه بالأمس، وأنه لم يرد في الحديث حديث صريح في إثبات النسخ، وأيضا لم يرد في كلام الصحابة، فإذن المسألة كلها ليس لها أصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أما بعد، هذه الدعاوي لا يمكن أن تقوم بها حجة لأنها هي عين المدعى. كيف؟ وعين المدعى لا يمكن أن يكون حجة. فدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن كذا نسخ هذا غير صحيح، في الكثير من الآيات في ترتيبها ووضعها في مكانها من السور جاء ذلك بتوقيف نبوي، وما نسخ لفظه ما نسخت تلاوته هو أكثر المنسوخ، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علم الصحابة وقرأ عليهم القرآن وتركه فقد عرفوا أنه نسخ. وقد يحتفظ بعض الصحابة ببعض ما كان قرآنا وقتا ولا يعلم بنسخه، ولا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم جميع أفراد الصحابة بنسخ كل ما نسخ، وكما لا يلزمه أن يعلمهم أيضا كل ما أنزل إليه، بل إنما يجب عليه أن يعلم من تقوم به الحجة. لا يلزم النبي أن يبلغ جميع ما علم مما بلغ، بل كان يكفيه إذا ما أنفق مرويه واحدا أو متفق بمن تقوم به الحجة. الواحد إذا كان محفوها بالقرائن تقوم به الحجة لأنه يحصل القطع بخبره، وهكذا. أما الصحابة رضوان الله عليهم فدعوى أنهم لم يقولوا إن شيئا من القرآن منسوخ كذب محض، فقد ثبت عنهم في كثير من الآثار ذكر النسخ في القرآن، وأكثر من ذلك ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب صحيح وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، عدد من الصحابة ثبت عنهم. طيب، أنا بين يدي كثير من الآثار التي فيها ذكر النسخ، بعض هذه الآثار لكن المشكلة عليها، نعم، بعض الآثار هم يعممون دلالتها، يعممون يعني دلالتها فيطلقونها في اجتهادهم على ما يشمل لدينا اليوم في المصطلح النسخ والتخصيص والنقل، لكن لا مانع من ذلك، لكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن الصحابة أطلقوا النسخ في القرآن بمعناه الاصطلاحي، بمعناه الشامل لمعناه الاصطلاحي. يعني الشاطبي لما يقول الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا. نعم، هذا هو الدلالة اللغوية، لأن الدلالة اللغوية للنسخ كما ذكرنا إما إزالة وإما تغيير وإما، لكن تقول لو ثبت عن الصحابة ذكر النسخ بمعناها الاصطلاحي. نعم نعم، كثيرا. طيب، هناك إشكال آخر في موضوع النسخ، وهو أن وجود النسخ منطقيا يشترط فيه التعارض المنطقي، وهو حتى النسخ الذي ورد عن الصحابة بعضه ليس بلفظ النسخ. نعم، لكن بمعناه ورد ذلك. طبعا، حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم مكث 17 شهرا ما نزل على أخواله من الأنصار من بالنجار وهو يصلي إلى الشام، حتى أمر فصلى إلى البيت الحرام،
فهذه الأحاديث التي فيها ذكر تغيير الحكم ولو لم يرد اللفظ بالنسخ هي بهذا المعنى. نعم. ابن عباس لما قال في قوله تعالى من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قال إنه ناسخ لقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، هل هذا مما صرح فيه بالنسخ بمعناه الاصطلاحي أو أراد معنى من المعاني؟ أراد المعنى اللغوي، لأن آية سورة الشورى فيها من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فظاهر آية سورة الشورى أن من عجل له الحظ في الدنيا لا ينال حظا في الآخرة، وقد علم فيما بعد بالتخفيف الذي جاء من الشارع أن المؤمنين ينالون حظا من الدنيا ومن الآخرة، ويكون لهم بعد ذلك الحظ في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا فإن الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهذا يقتضي أن الحكم حصل فيه تغيير، لكن هذا التغيير قد يكون من باب البيان وليس من باب الإلغاء النسخ الاصطلاحي. طيب شيخنا، القول بأن ادعاء النسخ في القرآن يعني أن هناك آيتين متعارضتين تعارضا منطقيا، لأنه من شروط النسخ أن يكون التعارض الذي لا يقع معه الجمع، فإذا قلنا أن في القرآن نسخا فقد افترضنا أن فيه تعارضا منطقيا، والقرآن منزه عن مثل هذا التعارض. بالنسبة للتعارض إنما يحصل عند عدم النسخ، تعارض معناه هو أن يأتي تعارض الحقيقي غير ممكن في الوحي إلا بالنسخ، حتى بين النسخ إلا بالنسخ. طيب إذن هذا هو الإشكال. لا، النسخ عادي جدا أن يأتي الشرع مفصل بأحكام ثم يأتي بتغييرها. نعم. وهذا الاختلاف فيه، لا يمكن أن يقول عاقل أن قول الله تعالى مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر غير معارض لقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، لا يمكن أن يقول هذا عاقل. ومثل ذلك التخفيف في سورة الأنفال، فإن الله أوجب فيها أن عدم القول بالنسخ هو الذي يوجب التعارض. نعم، عدم القول بالنسخ هو الذي يوجب الطعن في القرآن، لأنه يقتضي أن هذه الآيات متعارضة وليست منسوخة. طيب، ولا بد أن يفهم المشاهد أنه لا تعارض بين قطعيين غير النسخ ولا بين قطعي وظني، وإنما يكون التعارض بين الظنيين فقط، وحينئذ يبدأ فيه بالجمع فهو مقدم على الترجيح عند الجمهور خلاف الحنفية. ثم إذا عجزنا عن الجمع من أي وجه، سواء كان الجمع باختلاف الدلالات أو باختلاف العام والخاص أو باختلاف الوقت أو غير ذلك من وجوه الجمع، نأتي للترجيح. والترجيح له وسائله، ترجح إما أن يكون بين النصين فيكون أحدهما أرجح من الآخر ويكون الآخر له محمل آخر. والترجح لا يقتضي إلغاء النص المرجوح، بل يقتضي أن يكون له موطن آخر يستعمل فيه أو دلالة أخرى كما ذكرنا في خلاف الفقه قديما. نعم. سؤالي الآن شيخنا، وقد سلمنا بالنسخ كما هو مذهب جمهور العلماء، هل الأولى هو التوسع في دعاوى النسخ أو التضييق فيها؟ هل الأنسب أن الإنسان يستكثر من دعوة أن الآيات كذا منسوخة وهذه منسوخة وهذه منسوخة، أو يضيق في ذلك إلى أضيق حد ويشترط الشروط كما يقال الصعبة حتى نقول بالنسخ؟ أتكلم على الأقل فيما هو مثبت في التلاوة الآن الذي نسخ التلاوة وسنأتي. هذا المجال هو مجال اصطلاح، معناه أن نطلق على كل تغيير نسخا كالدلالة اللغوية، هذا لا إشكال فيه. هذا لا إشكال فيه، لا أتكلم بالمعنى الاصطلاحي. ونطلق التغيير، نطلق النسخ على تغيير الحكم بالكلية وإبطال الحكم السابق بحكم جديد متراخ عنه. نعم، هذا هو كثير في القرآن أو قليل؟ هذا ليس كثيرا في القرآن، لكنه موجود. ليس كثيرا في المتلو الآن، في المتلو. نعم، المتلو المثبت الآن ليس كثيرا فيه، لكنه كثير فيما نسخ ما لم يتلأ، لم يعد متلوا. فكانت سورة الأحزاب قدر سورة البقرة، وكان عدد من السور طويلة جدا، وكثير من السور بكاملها نسخت، كانت في مصحف أبي بن كعب سورتان، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، وغير ذلك مما نسخ تلاوة. سور بكاملها. نعم. نعم. طيب، سنأتي المنسوخ تلاوة، لكن مثلا دكتور مصطفى زيد حتى أبين فكرتي في كتابه المشهور النسخ، قد يكون النسخ في كلمة ليس في آية. نعم. كلمة واحدة من آية فتنسخ، وقد يأتي التجديد فيها. نعم. مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قراءة ابن مسعود وهي أول ما نزل أيمانهما،
ومثل ذلك في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام متتابعات. إضافة متتابعات كانت في الوحي ثم نسخت هذه الكلمات. وقد يكون المنسوخ جملا مثل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كان مما يتلى عليكم 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. كنت أقول الدكتور مصطفى في كتابه المشهور النسخ في القرآن استعرض 293 آية قيل بنسخها، ولم يقرر النسخ إلا في 6 آيات منها. هذا لما أقول الفرق بين التوسيع والتضييق في النسخ الاصطلاحي، ندعي أنها 293 آية من الموجود أو أن فقط 6 آيات، فأين يصير بالنسبة لا أرى تعارضا بين الوجهين. إذا قلنا 200 والزيادة المقصود بها كل ما قال الصحابة بأنه نسخ أي غير، فيكون ذلك على النسخ اللغوي. أنا أرجع أقول النسخ الاصطلاحي. نعم، هو يقصد الاصطلاحي. الاصطلاحي نعم هو حوالي 12 آية إلى لا يزيد. نعم إلى 18 آية. وكل ما قيل لكن عنه ست قليل، يعني هو ضيق نعم. حتى انتهى بها إلى ست. هذا الست المقطوع به يعني الذي لا يختلف فيه اثنان. بعضهم قال 7 وبعضهم قال 21. السيوطي عندها 21. السيوطي أورد 21 لكن هي 18 في الوقت. إذن هذا هو حد المنسوخ نسخا اصطلاحيا من المتلوي. من المتلوي نعم. نعم. وما عدا ذلك مما نقل عن السلف أنه نسخه في الغالب من اتساع العبارة. نعم. أو من اللغة. هو في فرق، نحن لا بد أن نعرف أن الاصطلاح ما هو. ما اتفق عليه أهل الفن. الاصطلاح معناه اتفاق أهل الفن على تخصيص العام أو تعميم المطلق فيما أطلقته اللغة أو خص أو عممته. طيب تذلل بهذا. لذلك يقال هو اتفاق أهل فن ما على تخصيص ما عممته اللغة أو تقييد ما أطلقته. يخصونه بشيء. أي نعم. هذه عبارة للسخاوي بس لتأكيد ما تفضلتم به. يقول: فإن قولنا نسخ وتخصيص واستثناء واصطلاح وقع بعد ابن عباس، وكان ابن عباس يسمي ذلك نسخا، وإنما وقع الغلط للمتأخرين من قبل عدم المعرفة بمراد المتقدمين، فإنهم كانوا يطلقون على الأحوال المتنقلة النسخة، والمتأخرون يريدون بالنسخ نزول النص ثانيا رافعا لحكم النص الأول. وهذا ما يوضح أنه كثير من على الدلالة اللغوية. طيب. إطلاقات الصحابة لا تحمل على اصطلاحات المتأخرين والأصوليين. طيب. إنما ثبت لدينا أن النسخ حاصل في القرآن الكريم. نعم. في هذا العدد من الآيات بمعناه الاصطلاحي في المتلوي. نعم. طيب، آتي إلى أنواع النسخ في القرآن فيما كنا فيه من حيث الحكم والتلاوة. هل ورد في كتاب الله عز وجل من الآيات ما نسخ حكمه وتلاوته معا فلم طبعا. يبقى منه شيء، لا حكم ولا تلاوة ولا أي شيء؟ نعم، كثير من القرآن الذي يدل على إمكان هذا أصلا ونسخ حكمه ونسخ هو المنسوخ أيضا ليس كله من آيات الأحكام. إذا قلنا نسخ حكمه ونسخ تلاوته معناه في آيات الأحكام، لكن في القرآن ما نسخ تلاوته من غير آيات الأحكام وهو كثير. وفيها ما نسخ تلاوته ونسخ حكمه. نحن نبدأ بما نسخ فيه الحكم والتلاوة معا ثم سنصل إلى وهو من آيات الأحكام. من أي شيء كان في كتاب الله؟ لا لا, لا إذا لا كان الحكم لابد من آيات الأحكام. نعم، الحكم لابد من آيات الأحكام وفي غيرها كثير. لكن من طيب. مما نسخ من نسخ تلاوته ونسخ حكمه 10 رضعات معلومات يحرم. حديث عائشة. نعم، فهذا كان 10 رضعات معلومات، هذا الحكم قطعا منسوخ لم يقل به أحد. نعم، وكان قرآنا ونسخ. كان قرآنا بهذا اللفظ. بهذا اللفظ. طيب. وأطلق الله سبحانه وتعالى في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. حديث عائشة هذا فيه مشكلة صغيرة. نعم، وهي أنها قالت رضي الله عنها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يقرأ. يعني نسخ بعد وفاة رسول الله؟ لا، إذن كيف؟ كان يتلى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتلوه لا يعلم أنه نسخ. ولكن في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها. نعم، فإذا يعني توفي المقصود قارب الوفاة، وأنه فعلا توفي فعلا ومن الصحابة من لا يعلم. وكثير من القرآن المنسوخ بقي إلى أيام أبي بكر الصديق. ما يسبب هذا إشكالا في أبو بكر الصديق؟ هو الذي رد الذين كانوا يقرؤون بعض المنسوخ فأوقفهم على نسخه. نعم، باتفاق الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الممات. نعم، فكثير من الصحابة الذين كانوا في سفر ونسخ بعض الآيات بعدهم في العرضة الأخيرة ولم يشهدوا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون الذين في الآفاق وبقوا يصلون بها. نعم، فأبو بكر هو الذي رد الناس إلى ذلك عندما جمع كل ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيوت أمهات المؤمنين
مما يتلى على الناس. نعم. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب. فجمع ذلك وجعله في صحف، وهذا الصحف كانت عند أبي بكر طيلة عمره، نعم. ثم كانت عند عمر بن الخطاب، ثم كانت في بيت حفصة أم المؤمنين، حتى أخذها عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يكتب المصحف وجمع الناس عليها. نعم. فلم يكن بعد جمع عثمان باقيا شيء مما نسخ إلا مصاحف أصحاب بن مسعود، قال غلوا مصاحفكم، فبقيت عندهم وفيها بعض ما نسخ. ويقرؤون به على أنه يقرؤون به، لكنه أصبح من الشاذ، لأن كل ما لا يوافق رسم المصحف فهو من الشاذ. طيب، ما ورد في حديث بئر معونة وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على قاتليهم، قال أنس ونزل فيهم قرآن وقرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا. هذا ليس مما نسخ حكمه، لأنه لا يتعلق ما نسخ تلاوته، ما نسخ تلاوته وهو أصلا لا يتضمن حكما، مع أنه كان في القرآن بلغوا عنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، هذا في أهل بئر معونة. طيب الآن ومثله أيضا كثير، مثله آية ما كان في مصحفه أبين، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين والحق. كان سورتين، وكان عمر يقرأه بالبسملة يبسم القبلة هو في اللهم إنا الله على أنه قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد. وكذلك ما كان من في مصحف ابن مسعود من بعض الآيات التي نسخت، نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ومنها بعض أقصد نسخت تلاوتها وليس لها حكم، لأنها خبر، وبعضها من الأخبار، وبعضها ثناء على الله، وبعضها ذكر لبعض القصص، فنزل فيها وحي. هذا لا يشكل عليه ما قلنا أمس من أن الأخبار لا نسخ فيها، لا نسخ فيها بمعنى لا تكذيب، لو جاء تكذيبها، لكن نسخ اللفظ ليس هو نسخها بمعنى تكذيب، إنما مجرد رفع. روى أبو عبيد، نحن لا نشك أن الشهداء من أهل بئر معونة قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، وهذا الذي أخبر الله به في نزول وقت نزول هذا، والمعنى باقي. روى أبو عبيد عن ابن عمر قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقول قد أخذت منه ما ظهر. نعم، المقصود ما أظهر الله من القرآن، لأن الله بين أنه ينسي بعضه ويبدله، فالذي يأخذه الإنسان الحامل لكتاب الله الآن ليس هو كل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو القرآن الذي بقي، هو القرآن، هو القرآن الآن، فيقول أخذت القرآن، أخذت القرآن الآن. لكن مقصود ابن عمر أنه أدرك رجالا وهم كثير يحفظون كثيرا من القرآن، كان قرآنا في وقت، وهم لم يعلموا أنه ليس من القرآن. نعم. طيب شيخنا، المشكلة الكبيرة الآن في موضوع القول بنسخ التلاوة خصوصا، أنه يعني اسمح لي على العبارة، يكاد يقول القائل أنه لا فرق بين ادعائه وبين ادعاء تحريف القرآن كما هو عند الشيعة، فكل الفريقين يقولون كان فيه قرآن وتغير. لا، لكن الفرق واضح جدا، أننا نحن نقول غيره الله جل جلاله وأرسل به جبريل الذي نزل بأوله هو الذي نزل بآخره، وكل من عند ربنا وجاء به الروح الأمين وعلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينزله على أحد آخر. والذي عند الروافض أن القرآن غيره الصحابة، وأنهم غيروه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا منه بعضا، وأنه بقي في مصحف فاطمة فقط، وأن ما سواه ليس هو، وأن المهدي هو الذي معه مصحف فاطمة، وأنه إذا خرج سيخرج بالمصحف الحقيقي ويلغي هذه المصاحف التي في أيدي الناس اليوم، وأنهم لو سئل أحدهم هل تؤمن بالمصحف الموجود بيدنا الآن أو المصحف الذي مع المهدي، يقول أؤمن بالمصحف الذي مع المهدي. أحد علماء الشيعة يقول اخترع علماء السلطة مقولة نسخ التلاوة لتخليص أئمتهم ومصادرهم من القول بتحريف القرآن. هذا يقصد به يعني أنه عندنا تحريف، ولكن نحن احتلنا بفكرة النسخ حتى. هذا كله لأنهم هم حرفوا، فآية الآية اللي عندهم التي فيها يسمونها سورة الولاية وآية الولاية، وهي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلتهما يبينان لكم الدين إلى آخره، ما هو ركيك اللفظ، أسأل حفظ طوصف الشيعة ركيك اللفظ وركيك المعنى. نعم. هذا يزعمون أنه قرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه قطعا، وليس هو من مما يشبه كلام الله ولا مما يشبه. طيب. كلام ذلك العصر أصلا. الإشكال الثاني واضح، هو أيضا ليس من الذين كانوا عاشوا العصور المتقدمة. الإشكال الثاني شيخنا، فتح التسويغ بالقول بنسخ التلاوة فتح بابا واسعا للمستشرقين في الطعن بالقرآن، أنه مدام كان فيه شيء ثم ذهب وشيء بقي وشيء ذهب، ففتح لهم بابا واسعا في الطعن، فلو سددنا هذا الباب ارتحنا من
لا ما نرتاح لأنهم لن يرضوا إلا باتباع ملتهم كما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نحن مرتاحون نحن مرتاحون بما أنزل إلينا ربنا ورضينا به ونحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. ولكن بالنسبة لما يتوهمه بعض الناس أنه إذا دار المستشرقين وسد هذه الثغرة في وجوههم أنهم سيسكنون المقصود السد العلمي. هم يعرفون أن الكتب المنزلة كثيرة والمستشرقون يجزمون بأن الله أنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها وأنها نسخت ولم يبقى منها شيء إلا هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل المنسوخ على محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل المنسوخ الذي أنزله من قبل على إبراهيم وموسى وعيسى وداود وغيرهم. طيب الآن شيخ الأمة مجمعة على أن هذا القرآن الكريم هو من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس. نعم. فكيف لي أنا الآن أن أعتقد أن هناك قرآنا آخر غير هذا أو كان هناك قرآن آخر غير هذا؟ ليس تكذيبا. لا ليس تكذيبا. هذا الترتيب الآن الذي قلته الذي بدايته الفاتحة وآخره سورة الناس هو الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عرض وهو القرآن اليوم. وهو القرآن اليوم ولا قرآن غيره. آخر عرض آخر عرض من الله هذا آخر الأحدث الكتب عهدا بالله. طيب. بالنسبة لما قبله لم ينزل بهذا الترتيب. الفاتحة ليست أول ما أنزل من القرآن. صحيح. والسورة اقرأ في آخر المصحف الآن وهي أول ما أنزل. وهكذا سورة المزمل وسورة المدثر وغيرها في الترتيب. وفرق بين الثنتين وثمانين سورة التي أنزلت في مكة والمدني الذي هو 20 سورة واثنتا عشرة سورة محل خلاف أو مما تكرر نزوله من بين المدني والمكي. طيب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث من أحاديثه في حدود ما أعلم أنه رجع عن لفظ من ألفاظه أو أنه ألغى صحة العبارة حديثا من أحاديثه، بل كان يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فهذا لم يجز في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فنجيزه في من كتاب قال الله. إنه لم يجوز به ومن قال إنه يعني هو أداها كما سمعها أداها كما سمعها لكن سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان إذا تكلم بالكلمة تكلم بأعادها ثلاثة لتفهم وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثة. طيب. وإعادتها ثلاثة فهل نسخ لفظ شيء من كلامه؟ نعم إعادتها ثلاثة كثيرا ما تكون باختلاف اللفظ ولذلك تختلف الروايات عند اختلاف المخرج. طيب. فيتكلم بالحديث بوجه ثم يتكلم به بوجه آخر ويحفظه الصحابة على الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث ويكون المعنى واحدا والألفاظ متفاوتة. القصد هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن ما يقابل ما نسخ تلاوة أنه طبعاً. حديث قاله صلى الله عليه وسلم ثم رفع؟ طبعا كثير مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه انتهى. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لكن اللفظ تذكركم الآخرة لفظ كلامه الأول الأول نسخ ولم يبقى ولم يصل إلينا قد يصل ويكون منسوخا. طيب مثل النهي عن ادخال لحوم الأضاحي مثل النهي عن كذا مثل النهي عن كثير مما مثل النهي عن المتعة مثل النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية. هناك إشكال خطير كما عبر عنه الشيخ الغماري رحمة الله عليه في كتابه أو رسالته ذوق الحلاوة في حكم نسخ التلاوة، وتعرفون أنه انتهى إلى إنكار هذا وقال ذكرت فيه أدلة لو رعاها الأولون أو تنبهوا لها لما قالوا لها قالوا. ورعوها وقالوا ما قال. على كل حال سأذكر لكم إشكالين، الأول بسيط والثاني عقد قليلا. الأول أنه يقول ما قيل إنه كان قرآنا ونسخ لفظه مما هو مذكور اليوم عندنا ليس فيه أسلوب القرآن ولا جرس لفظه، لا الشيخ والشيخة فيها جرس القرآن ولا بلغوا حديث هذا العرانيين قومنا فيه لفظ القرآن ولا حتى الذي هو دعاء القنوت من باب لفظ القرآن وجرسه وإعجازه، فهذا إشكال. الإشكال الثاني الأخطر عنده يقول كلام الله قديم والقول بنسخ التلاوة يقتضي أن الله أسقط الآية المنسوخة من القرآن، وهل يعقل أن يغير الله كلامه القديم بحذف آيات منه وكيف يجوز هذا والله يقول لا تبديل لكلمات الله؟ بارك الله فيك. بالنسبة للاعتراض الأول نحن نعلم أن القرآن الموجود بأيدينا هو المعجز الآن وأن ما نسخ زال عنه الإعجاز، فلذلك لا يمكن وكان إذ نزل غير معجزا كان إذ نزل معجزا وكانت عليه تلك الحلاوة والطلاوة وكان كل كغيره من الكلام. طيب. لكن زالت عنه بنسخه، لكن الفرق بينه وبين كلام المخلوقين وبين كلام الآخرين أنه هو لا اختلاف فيه ولا كذب فيه، بينما الكلام الآخر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك الشيخ والشيخة ما الفرق بينها وبين السارق والسارقة أو الزانية والزاني؟ فهمت؟
فلذلك هل معنى هذا عفوا أن هذا الإعجاز الذي في القرآن جزء منه رباني إعجازي ليس متعلقا فقط بعين الألفاظ؟ لأن نعم الألفاظ هي الألفاظ، فقلنا قولنا زال الإعجاز عنها، زال الإعجاز عنها واللفظ كما هو، لأن النور الرباني الذي يلازمها عندما كانت مقصودة للهداية يزول عنها عندما يزول عنها ذلك. جميل. فهي مقصودة للهداية. هذا القرآن أنت تعرف أنه يبكي من لا يفهمه، صحيح، ويؤثر في البهائم التي لا تعقل. وهذا النور الذي لا علاقة له باللفظ ولا بال... لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتأثيره ليس مختصا بفهم ألفاظه، ولذلك هو إعجاز ونور على هذه الألفاظ بغض النظر عن فهم معناها. جميل. وهذا النور إذا نسخ اللفظ لا يبقى فيه الإعجاز، ولكن ليس معناها أنه يصل إلى الركة أو الدناءة، بل يبقى عند حيز الإعجاز من ناحية البلاغية. بنعم. فأنت تعرف أن البلاغة يقولون اللفظ له طرفان، الطرف الأدنى ما تحته يصل إلى أصوات البهائم، والطرف الأعلى ما فوقه يصل إلى الإعجاز. والسيوطي رحمه الله في عقود الجمال يقول بطرفين حد الإعجاز علو وما له مقارب، والأسفل هو الذي إذا لدونه نزل فهو كصوت الحيوان منسفل، بينهما مراتب وتتبعه بلاغة محسنات تبدع. فالإرادة الثانية، لذلك لابد أن يتبين لنا أنه إذا نسخ الحكم سيبقى تبقى الرفعة في اللفظ، وإن ذهب الإعجاز أو نور الإعجاز مشكات الوحي، وإن ذهب الإعجاز. ولذلك الأحاديث القدسية الآن إذا تقرأها تجد تأثيرا بالغا وأثرا نفسيا وروحيا عجيبا من هذه الجهة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا اللفظ ليس معجزا، لكن هو الذي يلي رتبة الإعجاز. سبحان الله. لأنه طيب حديث قدسي. وهكذا إشكاله الثاني شيخنا في أن كلام الله قديم. إشكاله الثاني أن كلام الله قديم، كله القرآن قديم والتوراة قديمة والإنجيل قديم والزبور قديم. فما الفرق بين الغماري رحمة الله عليه يقر بأن الزبور نسخ والإنجيل قبل نسخ والتوراة نسخت وأن القرآن باق؟ ما الفرق بين نسخ هذه؟ ليست كلها كلام الله؟ كلها كلام الله. بلى. فإذا هذا الاعتراض غير وارد أصلا، وهو يرده بنفسه لأن اعتقاده هو يعتقد أن هذه جميعا من كلام الله وأنها نسخت. ولذلك الآية ولا مبدل لكلمات الله المقصود بها الكلمات الكونية ولا الكلمات التشريعية. ولذلك دائما كلما جاء نفي التبديل فإنه يكون في سياق الكلمات الكونية، وأما إذا جاء إثبات التبديل فهو في الكلمات التشريعية. جميل. ما طيب إذا بدلنا آية مكان آية. ما أيضا إشكال قد يكون أخيرا، القول بإمكانية نسخ اللفظ والتلاوة فتح علينا باب من المرويات، يعني إذا تتبعها الإنسان يكاد يشك في أن هذا القرآن محفوظ أصلا، وهذا وقع في نفوس بعض الناس المشتغلين. لكن يعني هذه المرويات نحن لدينا قواعد للتعامل معها، منها ما هو صحيح. لا ما هو صحيح لا يقع فيه الإشكال، وما هو يعني ضعيف أو موضوع أو متروك مثلا الحديث ليس حجة. لا حديث عائشة المشهور، لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري. هذا أصل الموضوع. موضوع؟ نعم. فلا يحتاج إلى أن تبينه. طيب. روى أحمد النسائي عن ذر قال قال لي أبي بن كعب كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ كأين تقرؤون سورة الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال قلت 73 آية. قط معناه ما كانت نعم. كذا قط. قال لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. ابن كثير يقول سناده حسن، يعني معناه 213 آية ذهبت دفعة واحدة كذا. لا، وزعت بعضها، وزع في سور أخرى وبعضها ذهب، لأنها هي كانت تتعلق. ولا إشكال في أن يذهب معظم السورة هكذا. نعم، لأنها كانت تتعلق بقصص المنافقين، والمسلمون في ذلك الوقت يحتاجون إليها، ومن بعدهم ستثير ضغائنهم على أولئك. فمن حكمة الله أن يخفيها عنا، لكن ليس فيها كذب وليس فيها اختلاف. علي بن السورة تكلمت عن شأن اعتقاد المنافقين فيما يتعلق بالبيوت النبوية. طيب. وما يتعلق ببيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، فكثير منها من الحكمة أن يبين لهم في ذلك الوقت، ثم لا ومن الحكمة أن لا يبين لمن لا تثار لديه هذه الشبهة أصلا. علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنزلت على سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فكتبتها في مصحفي، فأصبحت ليلة فإذا الورقة بيضاء، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما علمت أن تلك رفعت البارحة؟ نعم. هذا يصح؟ وهكذا ترفع الآية فجأة من الآيات ومن الأوراق ومن هذا المحو بين الله سبحانه وتعالى أنه سيفعله لكل القرآن في آخر الزمان. قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وفي الحديث أنه سيسرع عليه ليلة فيمحى من الصحابة. هذا في آخر الزمان. نعم. لكن نتكلم في مثل هذا الذي كان في زمن الصحابة. هذا من إذا صح الحديث فهو ممكن عقلا وممكن شرعا، وقد رأيناه في صحيفة قريش
التي كتبوها وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الله تعالى أنها كلت الأرض. نعم. سفيان الثوري إلا اسم الله واسم نبيه. نعم. يقول بلغنا أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حرف من القرآن يعني ضاعت. نعم. بالنسبة للقتلى الذين قتلوا يوم الإمامة في معركة الإمامة ليس يوما واحدا كانوا 520 من القراء حفظة كتاب الله، لكن ضاع معهم شيء من القرآن، ضاع معهم شيء مما نسخ ليس من العرضة الأخيرة، لكن العرضة الأخيرة تولى الله حفظها، والله سبحانه وتعالى هو الذي اختار هؤلاء للشهادة ويتخذ منكم شهداء، اختارهم للشهادة وفي ذلك مصلحة للأمة حتى لا يبقى هؤلاء يقولوا أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا فيأتينا بخلاف ما استقر في العرضة الأخيرة. لكن الثوري ما أدرك يوم اليمامة وأرسل الخبر رسالة، ما يكون هذا مشعرا أصلا ب لا، لكن ثبت ذلك عن أبي بكر الصديق وعن زيد بن ثابت وعن عمر بن الخطاب وكلهم من الذين يعني الغماري مثلا رحمة الله عليه يقول هذا منكر جدا، ولا بد أن الذي بلغه لسفيان الثوري شيطان تمثل في صورة إنسان أو يهودي ادعى الإسلام، وإني لا أعجب من سفيان كيف راجع عليه هذا الكذب المفضوح وهو يقرأ إننا نزلنا الذكر. سفيان من أئمة الجرح والتعديل ويصدق فيما قال مالك رحمه الله، قال ما جالست سفيان قط ولم يكن سفيان يأخذ عن الشياطين ولا عن اليهود. طيب نعم. تأذن بهذا الفاصل ونعود شيخنا أيها الأخوة، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مفاهيم مفاهيم مفاهيم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. شيخنا أوردت عليكم معظم تقريبا ما في ذوق الحلاوة للغماري، فهل بقي لكم بالنسبة لهذه الرسالة تعليق؟ الأخ يونس كان سأل أمس وحلناه. لا، هو ما ذكرناه أن نحن نحسن الظن بالشيخ الغماري ونعلم أن هذا هو اجتهاده، هذا الذي أداه إليه اجتهاده، ونخالفه الرأي ونرى أنه أخطأ، وبالأخص ما فيه من جسارة على بعض الأئمة ولم يسلك في ذلك مسلك أهل الحديث فيما يتعلق بال. طيب، هل يمكن القول أن الذين تحدثوا عن نسخه وأنكروه وأنكروا بعض رواياته خلطوا نوعا ما بين ما روي في شأن النسخ وما روي في شأن جمع المصاحف فأدخلوا هذا في هذا واعتبروا أنه يشكل على موضوع النسخ أصلا؟ نعم، من كانت لديه شبهة في أي مجال من المجالات سيفتن فيها وسيحاول تقوية شبهته وسيبحث، وهذا البحث بعضه تاريخي وبعضه في السير وبعضه بعض الذين يطعنون في الأسانيد التي هي كالشمس في رابعة النهار أو في الأئمة الكبار، تجدهم عندما يفتنون في باب من الأبواب يستدلون فيذهبون إلى أمثال الليث بن أبي سليم ومن دونه، بل يكادون يتشبثون بمثل بناء العنكبوت مما هو أضعف شيء. طيب. وأيضا الأغرب أغرب ما في هذا الأمر أنهم لا يقعون من أدلة المخالف إلا على أضعفها، فيرون أنهم إذا أخذوا الدليل الموضوع أو الضعيف الذي يستدل به لإثبات النسخ مثلا و هدموه بالكلية كأنهم انتهت ضرب حجاجه بالمصر ضربة. نعم، ويتركون جيد الاستدلال. نعم. طيب، النوع الثاني شيخنا ما نسخ هنا فقط التنبيه على ما ذكرته كلمة جمع المصاحف. أبو بكر بن أبي داود سليمان بن الأشعث السختياني ألف كتابا سماه المصاحف، وجمع فيه كثيرا من الآثار، بعضها قوي وبعضها ضعيف وبعضها متماشي مع يؤيد أدلة أخرى وبعضها ليس كذلك. طيب. لكن ابتلي بأن الكتاب أخرجه أحد المستشرقين الحاقدين. طيب. فحرف فيه وبدل. عجيب. في كثير من النصوص وجعل فيه ما فيه طعن في كتابة المصاحف وتدوينها. وطبعته الثانية ما سلمت لا من هذا؟ لا، حققه أحد الإخوة من أهل المدينة. نعم. تحقيقا جيدا وعاد فيه إلى مخطوطات قريبة. فخرج سليما. فخرج سليما. فالطبعة الأولى إذن تهمل بالكلية. نعم. طيب، نسخ التلاوة دون الحكم شيخنا هو النوع الثاني، هل وقع في كتاب الله أن نسخت تلاوته وبقي حكمه؟ نعم، حصل هذا، ومنه ما هو إجماع تقريبا ومنه ما هو فيه خلاف. الذي أجمعوا عليه فالذي أجمعوا عليه آية الرجم، فإن لفظها نسخ وبقي حكمها. الشيخ والشيخة. نعم، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وقد كانت آية من سورة المائدة. طيب، إذا نسخ. إذا نسخ الحكم، ما الحكم من بقاء اللفظ؟ لماذا يبقى؟ الحكم باق واللفظ هو اللي عفوا نسخ. إذا كان الحكم المقصود بقاؤه ونسخ اللفظ، من أين استدللنا على الحكم؟ الحكم استدلنا عليه ببقائه تنفيذا في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أشخاص وهم الغامدية
وماعز بن مالك الأسلمي وصاحبة العسيفي واليهوديين اللذين طب ما تكون هذه النصوص محدثة لحكم آخر بعد أن لا زالت الآية وحكمها؟ لا لا أبدا، زال اللفظ فقط، وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية هو وأصحابه، وحكم بذلك الخلفاء الراشدون من بعده، حتى قال علي رضي الله عنه بشراحة أرجمها بكتاب الله، قال جلدتها بسنة رسول بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لعكس السؤال، إذا كان الحكم باقيا فما الحكم من أن يرفع اللفظ؟ اللفظ من عند الله سبحانه وتعالى، يرفع منه ما يشاء تخفيفا على الناس في الحفظ، أو إزالة لنور في كلام في لفظ كان فيه في وقت معين، ولله الحكمة البالغة في كل ذلك والحكم باقي. أستأذنك في نصين في مسألة حكمة البقاء. هي المشكلة أن الذين ينتقدون هذا الباب، الكلام وهذا الباب، يريدون أن يكون القرآن موافقا ما يعتقدونه لذوقه الإنساني أو ذوق المعاصر، ولذلك بعض ما لم ينسخ لفظه ولا حكمه يشكل عليهم في قوله واضربوهن مثلا. نعم، هذه يودون لو أنها نسخ لفظها حتى يقولون هي مثل آية. حينئذ يؤمنون بالنسخ. يؤمنون بالنسخ من حيث لا يشعرون. نعم. ابن حجر يقول عن هذه الآية الشيخ والشيخة: نسخت لفظا لرفع الإشكال لأنها ذكرت الشيخة بينما مناط الأمر على الإحصان شيخا كان المحصن أو شابا، فهي وإن كانت قد صرحت بالشيخوخة من باب أن أغلب الشيوخ محصنين إلا أن لفظها نسخ رفع للإشكال. هل هذا وجه معتبر الحكم؟ هذا وجه معتبر، لكن ليس المقصود بالشيخ دائما الكبير في السن، في الشيخ قد يطلق على المحصن وهو من الألفاظ التي تدل على الإحصان. ما تطلق على المحصن؟ تطلق على المحصن في اللغة. طيب، وتطلق على الكبير من الغنم، وتطلق على لها إطلاقات محددة في اللغة معروفة. منها المحصن. إيه نعم. طيب، ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: والحكمة في نسخ لفظها والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجودا في كتابها وهو آية الرجم، فكأننا نحن ليست في كتابنا وعملنا بالرجم، فكنا خيرا من اليهود الذي هو في كتابهم ولم يعملوا به. نعم. والذين هو في كتابهم. هذا وجه آخر أيضا مقبول. طيب. طيب في إشكالات. لكن مما اختلف فيه مثلا حديث عائشة الذي ذكرناه. وهو خمس رضعات معلومات. قبل الخمس بس عندي إشكالات في هذه الآية. في نسخ هذه الآية. منها ما ذكره الغماري أيضا رحمة الله عليه، يقول: الآيات القرآنية لا تثبت بخبر الآحاد ولو كانت في الصحيح، وليس كل ما في الصحيحين صحيح. فيعني احنا هذا القصد، كيف عرفنا ان هذه الايه من القران بهذا الخبر الصحيح الذي هو من الاحاد، فاثبتنا قرانا بالاحاد، هذا اشكاله. هو الان الاشكال الذي قاله هو اشكال اصطلاحي، لان التواتر عند الحديث وعند الاصوليين ليس هو التواتر في القراءه. صحيح. القراء ايضا الغماري هل روى له القران في كل طبقه 100 شخص او 70 شخصا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا سيما ما سمعه، قد لا يكون سمعه كاملا الا من شخص واحد. نعم. ولا قرأه الا على شخص واحد، فكيف ياتي هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض لا وجه له، لذلك تفسير التواتر لدى اهل القراءه يختلف عن تفسير التواتر لدى الاصوليين. ولا بد من التنبيه على ذلك. ما تواتر اهل القراءه؟ ابن الجزري رحمه الله عليه يقول: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن وصح إسنادا. إيه نعم، هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. والمقصود بالتواتر هنا هو الاتفاق على ما وافق رسم المصحف من أي وجه أو أحد المصاحف، لأن المصاحف حصل اختلاف بينها في الرسم. تبدأ القراءة السبع المتواترة والعشر المتواترة وتشذيذ غيرها، ليس له علاقة بالاصطلاح الحديثي في مسألة لا ليس له علاقة بالاصطلاح الحديثي، ولذلك حتى اختلف في هيئة الأداء هل هي من المتواتر أو لا. الهيئة نفسها، هيئة تجويد الآن تسمع قارئ مصري تعرف نغمة المصريين في القراءة، تسمع قارئ موريتاني تسمع نغمة القراء الموريتانيين، تسمع قارئ نجدي. صحيح. وكل له وجهه، حتى أهل الحجاز لهم نغماتهم في القراءة. وهذا الآن الاختلاف في أوجه القراءة يدل على عدم تواتر هيئة الأداء. ولذلك السيوطي رحمه الله يقول: أما القرآن ها هنا المنزل على النبي محكما يفصل باقي تلاوة، ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقله أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء قيل وخلف اللفظ للقراء. هذا التواتر انتما للتواتر معناه التواتر عند القراءة هو أن يكون موافقا لوجه النحو وموافقا لرسم المصحف، هذا التواتر وصح إسناده. طيب، إشكال آخر أيضا قاله الغماري، الأخ بندر انتظرنا بس دقيقة بعد إذنك، يقول في قوله تعالى: الزانية والزاني قدمت الزانية في الذكر للإشارة إلى أن الزنا منها أشد قبحا،
ولأن الزنا في النساء كان فاشيا عند العرب. لكن إذا قرأت الشيخ والشيخة إذا زنيا وجدت الزاني مقدما في الذكر على خلاف الآية، وهذا يقتضي أن تقليم أحدهما كان مصادفة لا لحكمة، وهذا لا يجوز في ألفاظ القرآن. بالنسبة لهذا الاعتراض غير وارد، لأنه جاء أيضا تقديم الزانية على الزانية في الآية التي بعد التي ذكر، وهي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأيتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. في الآية رد عليهم مباشرة إلى الآية التي بعدها. رواية في نسخ هذه الجملة، جملة الشيخ والشيخة، أخبار منكرة كثيرة جدا. يعني الحاكم روى كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف، فمر على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة فرجموهما البتة. فقال عمر لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها، فكأنه كره ذلك. فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ هذا رواه الحاكم. فهذا الخبر يعني مشكلة فيه أنه كيف عمر يعترض على رسول الله ويكتب وما يصح. فإذا لا يصح أيضا أنها كانت من القرآن أساسا؟ بلى كانت من القرآن ولا يصح هذا. بل عمر بن الخطاب قال في خطبته التي رواها التي أعلنها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجته، ورواها عنه ابن عباس وحضرها جمهور الصحابة ومنهم سعيد بن زيد كان يزاحم ابن عباس عند المنبر، وهي في الصحيح. عمر قال إن مما أنزل الله على رسوله آية الرجم وقرأناها. هل يعقل آية ما يعرفها إلا عمر من الصحابة؟ لا كله. عمر فقط أراد أن يعلم الناس أن مما ليس بين دفتي المصحف مما نسخ لفظه ما بقي حكمه إخبار، وأراد أن لا يأتي. قال إنه ربما يأتي في هذه الأمة من يستنكر ما ليس في المصحف ويرى أنه إذا نسخ لفظه فبالضرورة قد نسخ حكمه. فعمر بيّن أنه لا تلازم بين نسخ التلاوة ونسخ الحكم. طيب أنا أخذ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ناصح للأمة ولم يكن يخاطب الصحابة وحدهم، بل هو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين جميعا، فأراد أن يبلغ على هذا الحكم رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عنا أحسن الجزاء إلى يوم القيامة. أخذ سؤال الأخ بندر ثم أعد بعض إشكالات أيضا للمعترضين على نسخ التلاوة. أخي بندر تفضل. السلام عليكم، تحية لك ويضيفك الكريم، جزاك الله خير وزاده علما، وأنت كذلك دكتور عادل. يعني أنا حقيقة سؤالي لفضيلة الشيخ، يعني الله سبحانه وتعالى هو غني عن عبادة الناس إليه وعبادة الخلق إليه، يعني ما الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى بعباد يعبدونه وهو غني عن عبادتهم؟ أتمنى يعني إذا لديكم إجابة يا فضيلة الشيخ. يعني شكرا جزيلا، أخذ راحة مع هذا الجواب ثم نعود للنسخة. نعم، بالنسبة لحكم الله سبحانه وتعالى بعضها ما يتعلق بأمور الدنيا وبعضها يتعلق بأمور الآخرة، فما يتعلق بأمور الآخرة لا تصل إليه عقولنا لأننا لا يمكن أن نفكر في مصالح الآخرة وعقولنا عاجزة عن الوصول إليها. أما ما يتعلق بمصالح الدنيا فقد عرفنا أن الله كان من حكمته أن يخلق لأنه قادر على الخلق، ولأنه يظهر تمام صنعته وتدبيره وتسيره للأكوان فخلق. فلما خلق هذا الكون هذه السماوات وهذه الأراضين وما جعل فيها من الأرزاق عرف ذلك بأن خلق إنسانا، وهذا الإنسان جعله خليفة في الأرض وهيئه لذلك. ثم كان من حكمته أن الذين يعيشون في هذه الأرض لو كانوا جميعا مسيرين كالبهائم لما ذاقوا طعما لهذا التدبير الدقيق ولهذا الكون، فلذلك امتحنهم بوجود الخير والشر وبوجود حزب الله وحزب الشيطان، وجعل الدنيا مسرحا للصراع بينهما، فما فيه مصلحة لهم متمحضة أوجبه عليهم، وما يكون مصلحة تارة دون تارة ندبهم لإليه، وما يكون مفسدة متمحضة في كل الأوقات حرمه عليهم، وما يكون ضررا في بعض الأوقات جعله مكروها لهم، وما يستوي طرفاه جعله مباحا، وشرع لهم الأحكام وبين لهم الحكم، ثم امتحنهم بهذا كله وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد خلق قوما ليكرمهم وخلق آخرين ليهينهم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأولئك الذين تمت عليهم كلمات الله وحقت عليهم كلمة الله جل جلاله فخلقوا للأذى، وآخرون خلقوا للرحمة. نعم. طيب كرمك الله، جاءنا اتصال آخر دولي مضطر أن نأخذه ثم نكمل إن شاء الله. أخي مصطفى من الأردن تفضل.
حياكم الله شيخ عادل. أهلا وسهلا. سؤالي ذلك قول الله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. نعم. عفوا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. كيف نوفق يعني النصف ما هو ما مع الرجل ناصرة كيف تكون هنا؟ بارك الله فيك. طيب شكرا لك. فعليهن نصف ما نعم على المحصنات. نعم بالنسبة للمحصنات العذاب المذكور عليهن هو العذاب المشروع في حق الإماء. والإماء لا يشرع في حقهن الرجم لحق السيد ولا يشرع في حقهن التغريب لحق السيد. فالمملوك عذابه في الزنا هو الجلد فقط. نعم. لا تغريب عليه لحق السيد ولا رجم عليه لحق السيد. نعم. فلذلك العذاب المقصود هنا هو العذاب المعهود وأل التي فيه ليست جنسية وإنما هي عهدية. نعم. والعهد ثلاثة أقسام. عهد ذكري معناه ما سبق ذكره أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وعهد ذهني يكون حاضرا في الذهن معلوما. وعهد حضوري هذا الرجل الحاضر بين يديه. فلذلك المقصود هنا العهد الذهني في العذاب. سياق الآيات. نعم في العذاب وهو الجلد. فلذلك عليهن 50 جلدة بدل 100 جلدة على الحرة. وليس عليهن تغريب وليس عليهن طيب. رجم. لا تجزؤ للرجم ولا تجزؤ للتغريب في حق المملوك. نحن سنأتي على كل حال لمسألة هذه نصف المحصنات في نصف ما على المحصنات. نعم الرجم والجلد. لكن أيضا من الإشكالات في موضوع نسخ التلاوة شيخنا أن لفظ الآية ذريعة لمعرفة الحكم، فلا يصح نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. ذريعة لمعرفة الحكم. نعم. فلا يصح نسخ اللفظ مع بقاء الحكم لأن في هذا تعريضا للمكلف لجهل الحكم وهو قبيح من الشارع. بالنسبة لهذا القبح إنما هو تقبيح عقلي على مقتضى مذهب المعتزلة. ويمكن أن يتماشى هذا الطرح مع مذهب المعتزلة لكن لا يتماشى مع مذهبنا. فنحن أهل السنة ونرى أن القبيح ما قبحه الشارع وأن الحسن ما حسنه الشارع والشارع الحكيم ولا اعتراض لنا عليه ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. تعريض المكلف للجهل؟ لا ليس تعريضا للجهل بل لا يمكن أن يكون كل ما يراد من المكلف أن يعرفه موجود مصرح بلفظه في القرآن. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله سبحانه وتعالى اعتمد لنا كل ما يبلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عندما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب شيخنا ما يتعلق بنسخ الحكم دون التلاوة هو أخف قليلا من الإشكالات فيما مضى، هل هو واقع أيضا في كتاب الله أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة موجودة؟ نعم ذكرنا هذا وذكرنا من أمثلته قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. وكذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وكذلك قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم طيب استشهدوا عليهن أربعة واللاتي يأتين سأستأذنكم منها. وكذلك أيضا قوله تعالى في آية الأنفال في لا نخف الله لا التي قبلها نعم نعم فنسخت بقوله لا نخفض الله معكم واللاتي يأتين الفاحشة سأضطر أن أجعلها غدا لأن فيها كلام كثير ومراجعات. لكن لأقف عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قيل أنه منسوخ بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فبقي اللفظ ونسخ الحكم. نعم. لكن هناك من نسخ الحكم نسخ الحكم وبقي اللفظ نسخ الحكم وبقي اللفظ. هناك من يرى أنه لا نسخ في الموضوع لأن الأمر بالصدقة كان أصلا على الندب لا على الوجوب ثم ندب إلى شيء آخر وليس هناك نسخ في الموضوع. لا ليس على الندب لأن الظاهر إذا جاء الأمر في القرآن فمذهب الجمهور أن الأمر الواردة في القرآن إذا لم يأتي ما يدل على قرينة تدل على عدم إرادة الندب بقي على الأصل. طيب فيها إشكال آخر في دعوة النسخ قيل الوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. زيد بن أسلم يقول نزلت الآية بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه أذن فلما نزلت انتهى أهل الباطل إنه أذن فلما نزلت انتهى أهل الباطل. فكان الحكمة هو أن يمتنع هؤلاء البطالون الردع لأولئك هذه منها الحكم لكن ليست وحدها. طيب فالحكم كثيرة لأن هؤلاء كان بعضهم يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أذاه فأدبوا بذلك فلما تأدبوا زال الحكم. ما لا ليست هذه فيها حكمة أخرى وهي امتحان المؤمنين التي ذكرنا في سورة البقرة ما جعلنا في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فلذلك كانت أيضا امتحانا للمؤمنين
كما امتحن الله رسله، فالله يشرع للمؤمنين ما يشرع للرسل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. طيب. فكما امتحن إبراهيم امتحن المؤمنين كذلك، امتحن إبراهيم حتى بما يعلم أنه لن يفعله. طيب هذا ولكنه نجح في الامتحان. أيضا سيقودنا إلى مسألة امتحن المؤمنين كذلك بالصدقة بين يدي النجوى، مسألة ستكون غدا إن شاء الله فيما يتعلق بالنسخ قبل التمكن من الفعل، لها علاقة بهذه الآية. نعم. أيها الأخوة والأخوات، انتهى الوقت، وسنكمل الحديث إن شاء الله غدا مع فضيلة الشيخ. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم